جدة بريطانية تعثر على فأر ميت في كيلوغز كورن فليكس. لم يكن هذا ما توقعه حفيد السيدة بولين هندرسون من بورتسماوث عندما سكبت له جدة الحبوب في الصحن وسقط فأر ميت من داخل علبة الكورن فليكس. لحسن الحظ تقول الجدة بأنها عثرت على الفأر قبل أن يأكل حفيدها توبي فطوره. لم تعلق شركة كلوغ على الحادث ولم يفسروا كيف من الممكن أن يحدث هذا الشيء. نرجو منكم أن تتركوا تعليقاتكم عن القصة.